نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق نيفين القباج حفل إفطار للمتعافين من متعاطي المخدرات بمنطقة بشير الخير بالإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار الدمج المجتمعي للمتعافين وفي إطار الحرص على استمرار تقديم خدمات لما بعد العلاج، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان، وذلك تنفيذا لتكلفة الرئيس السيسي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية بديلة المناطق غير الآمنة، والذي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحدائق أكتوبر وحي الضواحي ببورسعيد.